السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات ام زياد. سلام على اول على حبايبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان. ان شاء الله باذن الله تعالى النهاردة كده تحدي مع قناة حوارات، وان شاء الله باذن الله تعالى بحكم الجمهور يعني. ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل تحدي النهاردة قصاد قناة حوارات، قصاد قناة ام زياد. طبعا قناة يوميات ام زياد دي مش شوية برضه، دي لها قيمتها عشان كلكم هتشجعوني ان شاء الله باذن الله. هسيب لكم اللينك في اخر الفيديو. كمان مش بس كده، الفيديو كمان الخسران هيتعاقب دلوقتي في نفس الفيديو، والكسبان هيتعاقب برضك في نفس الكسبان هيجي له هديه في نفس الفيديو. فاتفرجوا على الفيديو واحكموا بينا وشوفوا مين اللي كسب ومين اللي خسر، وشجعونا بقى. وما تنسوش بقى الاشتراكات الجميله بتاعتكم واللايكات الجميله والحاجات اللي انتم عارفينها الحلوه بتاعتكم دي اللي انتوا ما بتحرمناش منها ان شاء الله. يلا نبتدي. طبعا الفريق كان بابا ومحمد وحسن، قصادي انا ومحمد وزياد ونيره، طبعا يوسف ورماس احنا مش هنحسبهم قوي عشان هم صغيرين، فعايزين نشوف بقى ايه اللي هيحصل كده وايه اللي هيتم. وشجعونا بقى وشوفوا احنا كنا في قد ايه وهم في قد ايه والنظام ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا مساء اول حاجه اللي مسا كده الاول. خدي يا يوسف. يلا. خدي يا رماس. طبعا ثلاث فرخات زي ما حضراتكم شايفين وكميه محشي كويسه. نيره ما شاء الله. نيره بتتعامل كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مره في حد بابا عشان تبقى عارف. عايزين نبقى قدها. هيا بلاتشد بحبك بابا عاطم عاطم بيك سهيل بابا ماشي يا بابا مدير مصر تجمع بابا هيا بابا ماشي عاصم ماشي شكرا. كل ما كده يا يوسف من وين؟ ده أيام. هذا كلين كير مثلا؟ طب يلا كوني. أنا مش عارفة أكل زي. كل يا عسل. مش عارفة أكل. ماشي أنا يا رب الهنا والشفا. قولي يلا بقى انجزي انجزي لحسن هيبقى شكلنا وحش قوي لو كنت سوري. او كنت سوري يوسف نسيب حلوة اجيبه اجيبه سلم هل باسو بس يا أخ رحيم؟ حبيبه حبيبه خلاص كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا يا جدعان ما فيش حاجة. قاعدين كده نهزمهم. بس وشد حيلك. هي التعميل معك يوسف قولي ناس خلاص الوقت اللي معك دي الماس ماشي؟ تبقى لك ساعة مرة تقولي لحد ما خلص تقولش مش عارفة كل يمين عاوز فرنك يا مبتسر ايه؟ يمين مش حبيتي بيها نفسك شكرا عجبتك يا مسا؟ شكرا يلا كل بس انا عايزاك خلاص الاكل ده كله يا ماسة ماشي؟ ايه ما شاء الله خلصنا الثلاث فرخات بالرعب كله. كلنا منها رقبه ولا جنيه خلصنا كده. ندخل بقى نحشي ان شاء الله.
بصراحه الاكل ده ايوه احنا لازم نخلص يعني ما يعتبر خلصنا كل الاكل من النقطه بعد بس فيه المشكله ان اللي هياخد حاجه من الرمصه هيتعيط شاطر يا مي كلها يلا عبال ما نخلص المحشي هتكون هي خلصت بسرعه بابا محشي هنا اهو وقدامك اهو ماما هحطها فين هنا؟ ايوه هنا العب يلا شاطر انا نوم فين عم الحمد لله خلصنا اصعب حاجه صح؟ الحمد لله ساعدتنا شويه خليك في بس يعني كمية برضه كبيرة فين خلاص هي انا لا كل فرخ بقدر مني كده عشان ابقى خلصناه خلصنا كمان عايزه اقول لكم على حاجه ان احنا مكملين المحشي عامل زي محمد احنا مكملين اجلي نجينا كل وقت كتير اوكي ليه؟ ليه بس؟ يا بابا مش عايزة فلفل؟ طب زي الفلفل؟ هو ده وقت يلمس؟ قولي ماشي بس 14 واحد انت على يا ترى مين اللي هيتعاقب ومين اللي هياخد الهدية؟ عشان ما نخلص المحشي الأول احنا عارفين هما خلصوا ولا ما خلصوش؟ إن شاء الله خلص. مين أربعة واحد. يا رب ما تشد حيل. أملي في ربنا كبير ثم فيه. ما ياخد ودنا. خلص سبعة ثمانية طب هو خلاص كلها تتحد خمس رابع خلص يا محمد قدامك خد الترابيز بقى عشان ما سيبناش حاجة خالص احنا نسيبها الصبح ماشي لا انت مش هتشوف حاجه انت هتاكل من الليل برافو عليك بدني مليله ايه؟ مليله ايه؟ مليله ايه؟ على فكره يا طبعا انا مخلصه الاكل اصلا فراغ بيتخانق ما احنا قاعدين بنعمل ايه؟ انت شبهت يا نيره؟ انا ما كانش اكتر من كده يحصل حاجه غريبه ده كل واحد ياخد له صباعه عشان نبقى خلصناه ما نخسرش على جوه هما هناك ما شاء الله تلاقيهم ما سابوش حاجه في الصينيه ايوه ان شاء الله احنا اللي هنكسب اوضه الاكل بس انا اللي هنكسب هنكسب لو رميت ايوه شاطر يا مي تجيبني كل وري يا ريت تاخد لك بس وبعدها؟ مخلص انا استنى بس ماشي هتبيع واحده هي المشكلة حاجة واحدة يا ماما ما دي قوم خدي دي إذا خدي دي خدي خلاص أنت ما عرفت دول؟ ما عرفت هاتي يا ماما هاتي أنا هقضي أنا بطل بطل تشيني ورجعنا تاني للعقاب اهلا وسهلا بقناه حوارات عندنا طبعا في يوميات ام زياد وهنعاقبهم وعايزين بقى عقاب شرس جدا 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 عشان ما يتحدوناش تاني بس على فكره احنا كنا انتوا اكتر مننا
بس انتوا كنتوا راضيين ما شاء الله. 1 2 3 4 5 6 المره دي تحسبوا ده ما شاء الله، ده زياده الله اكبر عليه. هو زياده ما شاء الله، ده ما شاء الله زياده اصلا قصاده ما شاء الله عليهم بياكلوا. يعني هسالك سؤال، الله على النبي صلى الله عليه وسلم، على اساس هم كسبوا مبروك عليهم، بس مش عايزين بقى لا وجدار ابصر ومد. المهم عايزين ايه مننا؟ خلاص يلا انا معاكم، انا عاوز ايه يعني؟ انت تروح تجيب هدية اللي قلت عليها. انا راح اجيب الهدية. ماشي. وانا مكافأة الفول. ايوه كده، هو ده الكلام. هو ده الكلام. هات من الاخر. كيش. اهو. بس العقاب مش هنا بقى، العقاب نعمله عندنا في البيت. لا هنا. لا هنا نعمله هنا. دي مكافأة. هنا على ارضنا. عند جيشنا. جيشنا يوميا في المزياج. اسمعي دي مكافأة عشان ايه تظبطي العيال اللي هم ايه؟ يا جماله. كم دول؟ 3 ورقات. لا بقى دول مالك كده، 3 ورقات. مش كان زمان احنا اللي بناخد؟ بابا التحدي الثاني جاي امتى؟ لا اما نخلص ده روح انت بقى هات هديه اختك وتعالى. وعايز هديه كمان بعد الفلوس اللي انتم متفقين عليه. احنا هننهب سمالك وبالا. يلا يا عم تعالى نستاذن من الناس وروح هات الهديه وتعالى. هروح نجيب الهديه ونيجي ونشغل لكم الكاميرا تاني بسرعه، انا مستعجله ورايا مشاوير. التنيكي كمان. يلا يا عم اجري. هقفل الكاميرا واول ما يجي هفتحها على طول. طبعا جبنا الهديه وجينا. ماشي. ادي الجمال دي. جمال ايه يا حبيبي؟ انا محدش بيجاملني. ورينا بس جميل. انا جبت الهديه. وهديه ايه؟ وري بابا الاول. حلوه جدا. انا جبت الهديه. يا عم طب وريها. طب انا بطلعها اهو. صلوا بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. بص بقى. لا لا ايه ده؟ حاجة ايه؟ حاجة ايه؟ قيمة. حلوة يا بابا جميل. اهي. الساعة جميلة جدا. الساعة طب استنى. الساعة دي وحشة؟ لا بس عايزين كنا عايزين حاجة أتقل من كده شوية. مبروك عليك يا ست. شوف كده. دي لهم مزياة. طب والباقي؟ ما الحاجة دي لهم فلوس. لا ما هي ساعة جميلة. يا عم صل على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. واحد الله. لا يا الله. زود شوية. ونفضل طالع نازل. احنا قاعدين في مزاد؟ ونفضل طالع نازل؟ لا ما ينفعش. استنى عندي فكرة حلوة. لا ما فيش أفكار. خدها بعلبتنا يا ستي. مش بدل علبة كمان. والشنطة. إيه الكرم ده؟ وكمان الشنطة. صرف يا عيال. طب امال ايه؟ انا فكرتك رايح تجيب حاجه ذهب ولا فيها 6 بلايز يعني ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 كل واحد 100 جنيه انت وانت مالك بيا؟ مش انت ابويا؟ انا مبسوط ان هي كده. مش مالك لابيك؟ انا مبسوط ان هي كده. مالك لابيك؟ انت مالك بقى؟ انت مالك بقى؟ ما بقولك انت، ما بقولك انت مالك ومال ابيك؟ انت مالك ناكل لابيك؟ لا لا انا مستاهل الهديه. نعمل ايه؟ ننزل تاني؟ انت لا ما تنزلش، حط طلع من جيبك كده و انا دفعت كل اللي معايا. ده انا مستلف من حسن. المحفظه فيها كام؟ 20 جنيه بالظبط. 15 جنيه ده احنا دافعينها من التوك توك. التوك توك ده احنا اتخانقنا معاه عشان 10 جنيه. المحفظه فيها 20 جنيه بقول. شوف نفسك اخلص. يلا يا جماعه عشان ورانا لسه عقبات وحاجات ثانيه. يا جماعه خلصت، شوف الحاجه قال لكم اهو خلصت. يا عم خلص عشان ما بص استنى بس استنى مش هاخد المحفظه دي. استنى بس استنى بس احنا المفروض نقلبه اصلا. بص الدولارات اللي انت راكنها دي 20 جنيه انت بتستعبط؟ الدولارات اللي بتجيبها دي كده وكده يعني كده وكده خلص. لو اعرف انا ماليش دعوه. مش قادر. ماشي انا هديها 100 جنيه وحسن 100 جنيه. يا ابني خلص ال 100 جنيه. يا محمد اللي بيهدي بقيمته. واحدة كمان. خدي يا عيال. واحدة كمان ليه؟ ما حدش يديها، هو الخسران لوحدة. والله انا معايا فلوس. يلا ما تكسرش كلمة الحاج. ماشي ما حسن يديها. واحدة كمان. يلا. وهو يديها لي. واحدة كمان. وهو يديها لي. واحدة كمان. خلاص هو حكم. عشان بس ما شغلش اكسر كلمة ابويا ابدا. ابدا لا. يلا يا عم. مفيش خلي. ده انا بتاع التوك توك تحت قال لي خلي. خلي يا محمد. بس ابوك حكم. خليك يا رب. ابو حكم مش هنقدر نتكلم. يا ابني خالي اختي دي عسل. ما في منها 4 على اليوتيوب. خلص. انت عسل لسه ولا غير رايي؟ انا عسل. بس برضه انا الفلوس. يلا نغير الناس. شبرق نفسك انت واصحابك. خد يا عيال. مش ياهو انت خسران. انا هاخدها منك. انت خسران. ده الماس و زي وقفكم عليه زي زيه. اديها لك يا عم يا مرة. اهم حاجه يكون عاش يا حاج.
احنا نديها من غير حاجه على فكره. اه هو الخير والبركه. انا هديكي من غير حاجه. انت فاهمه. انا باخد غصب عنكم. خلاص يا ستي خلصنا العقاب. يا رب يكون العقاب عجبكم. مع السلامه. دي الجايزه. الجايزه العقاب لسه. يا رب تكون الجايزه بتاعتي عجبتكم ولسه هنعاقبهم بقى. شوفوا العقاب هيبقى عند قناه حوارات. يلا بينا نروح نعاقبهم. يلا يا شباب استنى انا كنت عاقبهم هنا. استنى 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 يا مزبتي الزهراني يا عمّا. يلا بقى بينا على البيت. يلا بينا على قناة حوارات. انا هعاقبهم هناك عشان هم خايفين ان انا اعاقبهم هنا هيمشوا في الشارع ازاي يا عيني. فانا رأفتهم بيهم. لا ده عقاب قوي. فرأفتهم بيهم بقى هعاقبهم هناك علشان يقلعوا بقى ويستحموا وغيروا براحتهم اسمنتي ولبس السنة ده بقى. ويلا يلا مش هرحمكم ان انا ورايا. حسن كسر البيت عليا وانت اكلتني شطه. مفيش كلام تاني. طب كسر عليا البيت ليه؟ لا ما حصلش. حصل. هو اكلني شطه. مع السلامه. نروح نشوف هيعملوا فينا ايه. يلا بينا. مع السلامه. وانا عملت فيك مقلب جامد. ماشي. صدق حلال فيك المقلب. انا عايز لك مقلب. صبرك عليا. جاتك لما رحت.